من نحن؟ نحن مجموعة من المتحمسين المحترفين في عالم تقنيات الشبكات. نحن مجموعة من عام 1984. قيمنا الأساسية حماية حقوق الإنسان في مجال الخصوصية وحرية التعبير. سوف يضع هذا البيان أساساً متيناً لمجتمع المستقبل عالي التقنية. نريد أن نساهم في تطوير مجتمع التنظيم الذاتي والإنسانية والحرية. لماذا؟ استثماراً لكل وقتنا ومواردنا في هذه الأداة للأحرار من الناس، نسعى بإخلاص للوصول إلى مجتمع ينظم نفسه، وذلك بمساعدة الخوارزميات المنطقية والرياضية والتحليلات التي تستند إلى آلاف السنين من الخبرة من الحضارات المتواجدة. نريد أن نرى تطور المحاكم النزيهة والشبكات اللامركزية التي ستتخذ القرارات بناء على قوة المجتمع الإنساني المتطور. نريد أن نرى القوة الحقيقية للشعب بناء على حقيقة أن القانون مصدره الجماهير وليس الأفراد الجشعين. نريد أن نرى نظام تصويت وإفتاء عالمي لا مركزي يعتمد على التشفير والرياضيات. كيف؟ يوتوبيا هي شبكة لا مركزية لا تحتوي على خادم مركزي ينقل ويخزن بياناتك الشخصية. مع يوتوبيا يمكنك على الفور إرسال رسائل نصية وصوتية ونقل الملفات وإنشاء محادثات جماعية وقنوات لبدء مدونة وموجزات للأخبار، بالإضافة إلى التواصل على الخاص. يمكن وضع علامة جغرافية على القناة باستخدام خرائط يومابس مدمجة، مما يسهل البحث عن قنوات يوتوبيا حول العالم، وإضافة أمان إضافي حتى لا تكون هناك حاجة لاستخدام الخرائط العامة. نقدم لك يوتوبيا، حيث يعتمد هذا النظام على تقنية P2P، والتي تجمع بين عميل البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية ومحفظة التشفير U-Wallet يوتوبيا. من الآن فصاعداً، جميع معلوماتك الشخصية ملك لك فقط، لا مركزية ولا خوادم للتخزين، لا يوجد حكومة، ولا يمكن للمتسللين سرقة بياناتك الشخصية. هناك أيضاً نظام العملة المشفرة CRP في شبكة يوتوبيا، والتي يمكن استخراجها عندما تكون متصلاً بالإنترنت، وإذا لزم الأمر لتوصيل روبوتات التعدين على الأجهزة الأخرى، وكل هذا بسعة حوسبة قياسية. أنتم جزء من تحول كبير يعتمد على سلامة معلوماتكم الشخصية. باختياركم يوتوبيا ستحددون مستقبلكم البديل. يوتوبيا هي المستقبل.